السيدات والسادة، أسعد الله أوقاتكم جميعا. من البديهي باش نقولوا اللي حضارات شعوب وإبداعاتها تبرز من خلال أفراحها. بطبيعة الحال خلال أفراح تبرز إبداعات الشعوب، خاصة حفلات الأعراس وحفلات الزفاف اللي هي تدخل بعمق في الجو العائلي. حفلات الأعراس والزفاف في تونس القديمة حضر العائلات التونسية سنوات طويلة، ومن خلال هذه الحفلات تبرز كل الإبداعات التونسية في مختلف المجالات، مجالات الفنون، تبرز الأزياء التقليدية، ثم تبرز الحلي التقليدي بخصائص ودقائق ونقش، يبرز التجميل التونسي الأصيل اللي اليوم صار الغرب يحضر في دراسات حول التجميل على الطريقة التونسية القديمة، تبرز أيضا الموسيقى التونسية والإيقاعات التونسية والرقص التونسي. Thank you.
عريسك في جنة يا عريسك.
الافراح التونسيه وحفلات الزواج بطبيعه الحال الهمت الكثير شعرانا التوانسه والملحنين والمطربين منذ القديم، فتالفت الاف من الاغاني، كتبت الاف من القصائد، وتوضعت الاف من الكلمات حول موضوع الزواج. اتصلنا بالفنان طاهر غرساء ومكننا من بعض الاغاني اللي تختص بموضوع الزواج، نقدموها اليوم مع هذه اللوحه اللي قدمناها للفرقه القوميه للفنون الشعبيه بصوت زياد غرسه ابن الفنان طاهر غرسه، دائما مع المجموعه الوطنيه، المجموعه الوطنيه المصغره بطبيعه الحال للفرقه القوميه للفنون الشعبيه. سيدنا النبي ابن عبد الله
قلبي